وصلنا بقى للمباراة. المساحات ظهرت، وليد سليمان، صالح جمعة، أليو ديانج. وليد كان لعيب مهم جدا، لا طبعا تستخدموه في فترات بس مهم جدا. طبعا صالح يعني رايح جاي، لكنه أليو كمان ديانج كان لعيب لا غنى عنه. احكي لي بقى تعاملتوا ازاي وبدأتوا تعيشوا الأجواء ازاي؟ واحنا زي ما حضرتك عارف يا كابتن كل يوم كان عندنا مسحه، ودي كانت من كل الحاجات بقى يوم كانت من الحاجات الصعبه جدا يعني. كل يوم ده إدارة النادي، مش الكاف. يعني بين ده وبين ده، كويس. يعني انت برضه بتبقى متخوف ان انت خايف لا قدر الله يحصل حاجه صحيح. فتنقل اللعيبه تنتشر بشكل اكبر يعني. فكان كل يوم بالنسبه لنا صعب جدا يعني، انت كل يوم بتبقى مش عارف هتقدر تلعب ازاي، تلعب بمين. على فضل الكريم. انت بتتوكل على ربنا وخلاص يعني، بتحاول تجهز كل اللعيبه، تحاول تعمل كذا سيناريو لشكل المباراه او بدائل معينه للعيبه لو لا قدر الله ده حصل له حاجه يعني. وزي ما انت قلت جم في ثلاثه لعيبه كانت مهمين جدا بالنسبه لنا يعني، سواء على المستوى الفني او حتى وليد لو كان بيلعب على فترات قليله، بس كان من الناس اللي بتدي تقل الفرقه، نعم. قائد من الناس اللي بتقدر تشيل لعيب الفرقه مهم بشكل كويس، لعيب مهم جدا بره الملعب كمان يعني، مش في طبعا. الملعب بس، بره الملعب كمان كان له دور كبير جدا يعني. أليو كان في فترة طبعا ذهبية. كان فترة مستوى كان متألق بشكل كبير جدا يعني، ومن الأعمدة أليو كان نص الأساسية الفريق في النادي. كان الأعمدة الأساسية اللي موسيماني كان بيعتمد عليها يعني، فكانت حاجة مهمة بالنسبة لنا يعني. لكن في الآخر احنا كنا بنلعب مباراة بالنسبة لنا بطولة طبعا بأي حد، ومش أي بطولة. ويمكن كانت من الحاجات الكويسة جدا يعني، اللعيبة كلها كانت نفس الاتجاه واحد ونفس التفكير واحد، ان شاء الله البطولة دي احنا ان شاء الله هنحققها يعني، اولا عشان نصالح بيها جمهورنا، وعشان نرجع ثقتنا بنفسنا تاني، والاخفاق اللي حصل السنة اللي قبلها وقبلها برضو البطولة اللي احنا فقدناها مع الترجي، فكانت حاجات كتيرة جدا، دوافع كتيرة جدا بالنسبة لنا، كان اهمها طبعا جمهورنا. فاعتقد الحمد لله يعني على المستوى الفني قدرنا نشتغل فيها بشكل كويس يعني. مباراة كانت بالنسبة لنا طبعا مهمة في بدايتها، كان الحمد لله السيناريو كان معمول بشكل كويس جدا يعني، قدرنا نجيب هدف في بداية المباراة من جملة اتكررت قبل كده يعني، يمكن ياسر في ماتش الوداد قبلها برضو كان مسجل هدف من كورنر، السولية عملها بشكل كويس جدا عن طريق علي معلول طبعا، وقدرنا نحقق بداية كويسة جدا بالنسبة لنا، خمس دقايق كنت 1-0. بالظبط يعني. نعم. يمكن دي ما فادتناش شويه في الماتش لان تراجعنا شويه، حضرتك عارف برضو الماتشات اللي بتبقى نهائيه لما بتجيب جون بدري بتبقى متخوف، عاوز تحافظ عليه بشكل كبير، وعاوز يعني بتبقى بالنسبه لك عاوز الماتش يخلص يعني. يمكن برضو رجوع نادي الزمالك في المباراه اعتقد بعد نص ساعه و30 دقيقه 31 بالظبط بالظبط. يعني، شيكابالا جاب جون يمكن كان راجل محذرنا منه بشكل كبير جدا. احكي لي بقى، عشان انت قلت لي الهدف ده ليه قصه وكانت فيه تعليمات من موسيماني لجونيور بالتحديد، مش وانت قلت لجونيور او انت اللي قلت. مش لجونيور هو لاي باك، لان هو شيكابالا طبعا لعيب عنده قدرات كويسه طبعا، ولعيب نعم اكيد. مهاري طبعا بشكل كبير، يمكن احنا كنا اتفرجنا عليهم قبل كده وماتشات كتيره ولعبناهم يعني، وهو برضو كان موسيماني الصراحه حذر من اللعب اللي هو بيلعبها، واللي هو دايما بيلعب لجوه وبيلعب في البعيده، فحذرنا بشكل كبير جدا حتى في بدايه الكره نفسها يعني. احنا قعدنا كان ليك فيديو انت. فيديو مع جونيور يعني، خلي بالك هيلعب لجوه، خلي بالك هيلعب لجوه، لحد ما جابها يعني. خلص الشوط الاولاني 1-1. حصل ايه بين الشوط؟ خليني الاول اسالك عن كواليس التشكيل. يعني تعالى لو انت مفكر الساده المشاهدين بالتشكيل يا ريت يمكن تقرا الشاشه. انا فاكر التشكيل يعني، طبعا الشناوي، طبعا محمد هاني، ياسر، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي حمد. فتحي، السوليه، قفشه، حسين الشحات جونيور، مروان محسن يعني. اي ف زي ما قلت لحضرتك يعني احنا كنا مجهزين كل اللعيبه عشان انا برجعك اهو وبرجع الجمهور للحظه المباراه هنا الاتوبيس، وانتوا حتى حضرتك شايف كله لابس كله كمامه كمامات. طبعا. طبعا. نعم اجواء طبعا كانت نعم جميله طبعا يعني، ان شاء الله يعني اتمنى. درجات خاليه. طبعا، ودي كانت نعم يعني كنا هي دي كانت اكتر حاجه مفتقدينها في الماتش يعني، الجمهور. لكن كان نعم طبعا عهدنا طبعا ان الجمهور دايما في ظهرنا، والفرحه اللي كانت حاصله بقى سواء في الاهداف كلها خصوصا الهدف نعم بتاع قفشه يعني. فشوط دخلنا شوط بين ما بين الشوطين، الشوطين ايه اللي حصل؟ الراجل اتكلم ان احنا نهدى، اللي احنا تراجعنا شويه بعد ما سجلنا الهدف الاول ودخلنا الزمالك في الجيم، مهم ان احنا نرجع تاني نلعب بشخصيتنا تاني
فكر ان احنا نجيب جون، فكر في ان واحد دفاعيا نقف بشكل كويس وننظم نفسنا بشكل كويس. اتكلم طبعا بقى في الدوافع، واتكلمنا واللي احنا واللعيبه الكبيره برضو كان ليها دور، ومش هنسى طبعا دور كابتن سعيد عبد الحفيظ طبعا. نعم طبعا طبعا يعني بشكره طبعا من الناس اللي كانت مؤثره جدا في البطوله دي. طبعا سيد كره محترم طبعا يعني، واهلاوي محترم الحقيقه. طبعا طبعا لازم يعني اشيد بيه واشكره على كل يعني ان هو بيتصدى لكل حالات الهجوم الغوغائيه على النادي الاهلي. كان له يعني دور كبير طبعا يعني. نعم. في البطوله دي يعني في المباراه نفسها في بين الشوطين. نعم. فكنا بنحاول طبعا ان احنا طبعا نهدي كل اللعيبه بشكل كويس يعني عشان نقدر نستعد ان احنا نلعب شوط تاني، لان البطوله لسه ما خلصتش يعني. نعم. بدانا الشوط حاولنا نخش تاني في المباراه، بقت سجال بيننا وبينهم لحد الكوره المؤثره بقى اللي حصلت لنا بتاع حسين شحات اللي جت في العارضه. نعم. اكيد وقعت قلبنا كلنا طبعا. وكلنا كنا طبعا كان يعني سهل خلاص يعني، انت قلت الماتش بيخلص يعني. فربنا ما اردش اللي هي تدخل يعني. وبعد كده جت الكوره بتاعت زيزو اللي جت في العارضه، فالحمد لله قلنا ايه الحمد لله خلاص يعني واحده بواحده ان شاء الله هنرجع تاني يعني. لحد ما جت الكوره بتاعت قفشه طبعا، والفرحه الكبيره يمكن حضرتك الفيديو طبعا حضرتك هتعرضه طبعا، ان فرحه ما فيش يعني، كل واحد بيفرح بشكل يعني، اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا. نعم. فرحه طبعا كبيره جدا جدا كميشيل طبعا فاكرها يعني. وموقف برضو حصل كان موقف غريب جدا يعني، كان معانا دكتور خالد محمود. واحد من الناس يا يعني الجميله، وواحد من الناس يعني كانت بتشتغل باخلاص جدا في النادي يعني. طبعا ممكن هو قال لي جمله حلوه قوي يعني، قال لي انا كنت واثق ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله، لان ده اخر ماتش ليا وانا يعني همشي هروح يعني ان شاء الله أهل جدة. اروح اهلي جده يعني. فحتى هو جايب له في برضه فيديو ليه هو يعني، وهو وبعد الجون هو واقف لوحده كده وعمال يدعي ربنا يعني. فكان من الحاجات اللي الحمد لله اللي ادتنا توفيق ديت الاخلاص، الناس كلها كان في اخلاص. كان في خلاف على التشكيل في المراكز لا لا. لما قعدت اتناقشت مع الجهاز المعاون مع موسيماني، هل كان في خلاف خاصة مين اللي دخل مكان اليو ديانج هنا؟ يمكن حمدي ممكن يكون هو اللي شارك مكان اليو، وحمدي طبعا من الناس اللي كانت من اعمده من الفرقه يعني. طبعًا. كان قوتنا كلها طبعا في نص الملعب يعني، السوليه كان في حاله فنيه جباره يعني، حمدي اليو ديانج قفشه. فلا لا فما كانش في اختلافات. لا ما كانش في اختلافات يعني، كان في اجماع من البدايه. احنا اللي كان اللي يهمنا ان احنا نكون اللعيبه بس سليمه، ده الاهم بالنسبه لنا، اللي ما يكونش في يعني كورونا او حاجه يعني تاثر علينا. لكن الحمد لله كان يعني حتى اللعيبه اللي غابت عننا برضو، ممكن يكون نادي الزمالك كان لعيبه اللي غابت عنهم مؤثره، عبد الله والونش ويوسف والونش واوباما، كان برضو ثلاث لعيبه اعتقد مؤثرين بالنسبه لهم يعني. الحمد لله كان اعتقد ان كل دي كانت عوامل توفيق يعني، رجع من الاخلاص اللي كان حصل من الفرقه والتضحيه اللي اللعيبه عملتها في الفتره خصوصا بتاعه كورونا ديت يعني. ده صحيح. اللعيبه ضحت بشكل كبير جدا يعني، واجتهدت بشكل كبير جدا، والمنظومه كل الناس كان قلبها الصراحه على زي ما بيقول قلب راجل واحد يعني، اللي هي تحقق البطوله دي. فالحمد لله كان كرم ربنا كبير الحمد لله. قول لي بقى المباراه مشيت معاك انت ازاي؟ يعني بعد خمس دقائق فرقتك بتجيب جون وبتتقدم والامور ماشيه 100 فل 14، وبعدين بعد نص ساعه يحصل تعادل. هنا دورك مع حارس مرماك بيكون في غايه الاهميه، لكن قول لي بس من اول ما نزلت التسخين انت بتحس بالحارس بتاعك عامل ازاي؟ الشناوي كان ساعتها حسيته ازاي؟ تعليماتك ليه كانت قبل المباراه؟ تعليماتك هل مثلا بيدخل مرمى هدف بتقوم تكلمه تقول له كذا ما بين الشوطين؟ تواصلت معاه ازاي بعد الهدف، هدف القاضيه، اتكلمت معاه ازاي؟ شناوي كان يجب ان يكون في قمه تركيزه لانها مباراه مهمه جدا، مهم له للفريق للجماهير. اعتقد وانت ايضا كنت حارس مرمى وتعرف جيدا هذه النوعيه من المباريات ماذا يحدث فيها. انت ثقتك في نفسك، انت تقول اليوم يجب ان افعل شيء لانه نهائي، نهائي لا نلعبه كل يوم، يجب ان نخرج من المباراه ايجابيا، يجب ان تكون في قمه تركيزك وتفوز بهذه المباراه. الأمور كانت بسيطة إن بقيت هادئا
في جميع الظروف لكي تتجاوز اللحظات الصعبة، لأن في المباراة دائما ما تكون هناك مباريات صعبة، لحظات صعبة، وكما قلت كموقف شيكابالا، وهذا أيضا صعب الأمور علينا وجعل المباراة أكثر صعوبة. وفي إذن يجب في هذه اللحظات أن أسكي بوزافي. شيكابالا هدف عظيم عشان نكون أمنا يعني، وهدف صعب جدا، لكن أنت حملته حاجه من المسؤوليه؟ قلت له كان لازم تتحرك يمين شويه ولا شمال شويه؟ لا، قلت له ده هدف يعني خلاص ما يحصلش. أقول لكم الحقيقة، الهدف كان صعب جدا، وهو لاعب أعصر أيضا، وهذا أيضا اللاعب والمدافع أمامه كان لاعب أعصر أيضا، إذن كانت قذيفة رائعة كما أقول، إذن وكانت مفاجأة، وكان أقول لكم كان في قمة الصعوبة أن يتصدى لها، وكان لا يوجد شيء لم يفعله. بالفعل هو أدى ما عليه بشكل رائع، ويجب أن يعود بقوة ويعود بسرعة إلى أسلوبه، إلى طريقته في اللعب، ويكتسب ثقته. ويجب أن نمنع لاعب مثل شيكابالا أن يتقدم إلى هذه المنطقة وتكون الكرة موائمة لقدمه اليسرى، وهذا صعب جدا. إذن هذه هي كرة القدم، ليس حارس كرة القدم فقط. شيكابالا لاعب موهوب، وهو بالفعل عندما تأتي له الفرصة من هذا المكان خاصة، إذن كان دور مع الشناوي أن يبقى متماسك، ونبقى دائما في روح الأسرة. عملت إزاي بقى بعد ما بين الشوطين؟ كانت توجيهاتك إيه للشناوي؟ وبعد الهدف طبعا بيبقى فيه توجيهات، هدي اللعب شوية، استهلك الوقت شوية، يعني إزاي بيبقى فيه تعليمات التفاهم بينك وبين الحارس بصفة عامة والشناوي بصفة خاصة في هذه الأوقات؟ إذن كانت كما قلت أن المباراة كانت صعبة على الجميع، وكان يجب عليه أن يبقى هادئا، وكما قال المدرب كان كل منا كان عليه دور بتهدئة اللاعبين، وكنا نرى في عيونهم ونقول لهم أنكم يجب أن تبقوا هادئين وتسيطروا على أنفسكم وعلى أعصابكم لكي نخرج بالمباراة إلى بر الأمان ونفوز، وخاصة التركيز يجب أن لا تركيز المجموعة أيضا، وليس كل لاعب على حدة كيف يلعبوا سويا وكيف يمرروا. إذن الزمالك بالشوطين قلت له تعليمات معينة؟ لا لا، مش من طبيعتك اصلا. تركته هادئا ليكون في قمه تركيزه، لا يوجد كلمات اخرى اقولها، انه يقوم بعمله كما يجب، لا يوجد سبب لكي نوجه له بعض اللوم او خلافه، اذا انك فعلت ذلك بشكل سيء، لا لا لا، يجب، لا، هو ادى مباراه رائعه. ما بقولش لوم خالص، انا بقول توجيهاتك ما بين الشوطين احنا متفقين الهدف خلاص لا يصدق، لكن انا بتكلم ما بين الشوطين، بعد ما كنت كسبان 1-0 بقيت متعادل 1-1، بتسيب الحارس بتاعك؟ لا، لم أقل له شيء، أنا كنت قريب منه وأحييه وأقول له استمر كذلك، كن في قمة تركيزك. إذن في هذه الظروف من الصعب أن تقوم بتوجيه، أن تزيد من الضغوط عليه، إذن الضغوط على حارس المرمى في هذه اللحظة يجب أن تساعده على أن يبقى دائما هادئ وفي قمة تركيزه. إن قلت له افعل هذا ولا تفعل ذلك، لا لا لا، هذه الرؤية مختلفة، الرؤية هنا مختلفة. في بعض اللحظات يجب أن لا يجب أن تضيف أشياء أخرى، يجب أن تتركه يكون في قمة تركيزه، وهو لاعب رائع ويؤدي جيدا. إذن يجب أن نذكره دائما أن يبقى في الكرة بتاعت زيزو، يعني الأهلي أضاع فرصة، المرمى خالي وتعملت بالعرض لحسين الشحات بيحطها، وكلنا بنجري لسه عشان نحتفل في القائم، بعدين ترتد، وبعد كام دقيقة قذيفة هائلة لزيزو برضو في القائم. قلقت شوية، حسيت بقلق شوية، حصل أي نوع من أنواع التفاهم أو التعليمات بينك وبين الشناوي؟
لا لا، أقول لكم أنه أن تمنع قذيفة بعيدة، أو كما أقول لكم، أنا أقول لكم هناك زيزو وشيكابالا هم متخصصين في التصويب من بعيد من خارج منطقة الجزاء، يجب أن نمنعهم من التصويب، ولكن لا يجب أن نلوم على الشناوي. إذن أقول لكم أنني كنت سوف أصاب بأزمة قلبية في هذه الكرة. لكنه بعد الهدف بقى الأهلي تقدم، والوقت كان خلاص متأخر، وبنلعب في 6-7 دقايق. أكيد هنا بتقف بتشاور له، هو أكيد بيبص لك بيسألك على الوقت، أكيد في حوار بيحصل بينك وبين الشناوي، إيه أهم التعليمات؟ وهل كانت في كرات خطرة قلقت منها بعد الهدف أو قبل الهدف غير كرة العارضة؟ أنا لم أكن قلقا، لأنه دائما نحن كنا دائما فائزين، وخاصة نحن كنا في الطريق الصحيح، نحن نعتقد في أنفسنا. إذن أقول لكم ثقتنا في أنفسنا وفي مجموعتنا، وكانت المجموعة متماسكة بشكل رائع. وكما قال إنه بالفعل كان هناك لحظات صعبة، وكنا نجد الزمالك يقوم بالضغط كثيرا عند تراجعنا. شناوي لا أقول له شيء، مشكلتي أو قصتي الرئيسية معه في أن يبقى في قمة التركيز ويقوم بتحريك اللاعبين أمامه بالطريقة المناسبة. إذن فعلوها حتى النهاية بشكل رائع، كانوا جميعا متماسكين، يتحركوا بروح الفريق وبفكر الفريق، ويؤدوا بشكل رائع. بتمرن حراسك، ممكن تدي يعني نصايح لفرقتك انه خلي بالك مثلا الحارس المنافس كان ابو جبل بالصدفه، يعني في الكورنر تحركه بيبقى عامل ازاي، او في التسديد بيبقى عامل ازاي؟ ولو سالتك عن رايك في الهدفين اللي سجلهم الاهلي في شباك الزمالك، لو انت مدرب ابو جبل وبتكلمه بعد المباراه، ممكن تلومه على حاجه منهم؟ فيما يخص المعلومات، نعم نقوم بإعطاء بعض المعلومات عن جودة حارس المرمى الخصم، هذا دور مهم. لكن كما قلت لكم، مع جائحة كورونا لم أكن أعرف جيدا أبو جبل، لأنه كان هناك الكثير من الأمور، وأعتقد أنه في مباراة الأسكندرية في السوبر على ما أعتقد كان هناك الكثير من التغييرات. إذن نعم أعطي الكثير من التعليمات فيما يخص حارس المرمى الخصم، لأنني أقوم بتحليل أدائه أيضا، ولكن تحليلي للهدفين كانوا رائعان جدا. أقول لكم أن أبو جبل كما نقول عندنا، إنه كانت كما نقول لدينا في المثل، إنها قذيفة يوم الأحد، فيما معناه إنها قذيفة رائعة جدا جدا. إذن كانت من الصعب التصدي لها. إذن وكما رأيتم الكرة، أن الكرة لم تقذف، لم نقوم بتسويبها على وتصطدم بالأرض مرة أو اثنين، لا، إنما كانت مباشرة وعملت لوب في المرمى بطريقة من الصعب، وهو لم يكن يتوقع ولا أحد ينتظر أن تؤدى بهذه. وكما رأيتم الرد الفعل في الاستاد بالكامل، كانت تسديدة رائعة، وكان أبو جبل في قمة الدهشة منها. وإن أقول لكم أن وأعتقد أننا يجب أن نركز أفضل على أن التسديدة كانت رائعة وليس خطأ أبو جبل، لأن التسديدة كانت لا تصد. سؤال لحضرتك وللكابتن سامي، هل كنت عامل حساب ضربات الجزاء أنه ممكن المباراة توصل لضربات الجزاء؟ كنت مهيئ حراسك إزاي؟ ونفس الامر الكابتن سامي، كنتوا اللعيبه بتشتغلوا على ضربات الجزاء؟ في مدربين ما بيحبوش يشتغلوا على ضربات الجزاء، يقول لك افضل انه يسدد في المباراه مباشره. هل كنت مهيئ الشناوي على ضربات ان احتمال ضربات الجزاء تبقى موجوده؟ وكان ساعتها ما كانش فيه اكسترا تايم بقى، كان هيبقى على ضربات جزاء على طول، ان لم تخن الذاكره.
طبعا بالطبع نحن عندما نذهب إلى من النصف النهائي نجهز دائما إلى السيناريو الأسوأ، بمعنى إلى ضربات الجزاء وكيفية التصدي لها، وبالنسبة لجميع اللاعبين كما هو يقوم بتجهيز على التسديد أقوم أنا بتجهيزهم على الصد ودراسة لاعبي الخصم أيضا كيف يسددوا. هذه نقطة مهمة جدا، ونحن أقول لكم نعم إن الأمور كانت إيجابية، لكننا دائما ما نضع السيناريو الأسوأ وحتى لضربات الجزاء وليس فقط للوصول لضربات الجزاء الترجيحية. إذن في كل نقول لهم أن في كل تجهيز لكل مباراة ندربهم على ضربات الجزاء. قلت لي لما فايلر مشي كنت بترتب شنطتك وكنت مسافر، هل جالك التفكير ده في حالة لا قدر الله لو الأهلي كان خسر النهائي القرن زي ما أطلق عليه، كنت ممكن تجهز شنطتك وتسافر من زعلك إن الأهلي الله لا يقدر كان خسر البطولة دي؟ لا 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 لا، أنا ليس لدي حقائب لأجهزها الآن، أنا سأبقى هنا على أي حال من الأحوال، لم يعد لدي حقائب لأجهزها. طيب وأيضا في دوري الأبطال وقال وأعتقد أنه كانت قالوا لي أنه كان منذ 7 سنوات على ما أعتقد. مظبوط. إذن كل ما نراه الآن شيء رائع بالنسبة لي. أيضا يوجد مباراة العام الماضي وداد، مباراة الوداد كانت مهمة جدا، وعدنا من الفشل في العام الماضي، إذن تبقى دائما في الذاكرة، وكيف ليس من السهل أن نلعب ضد الوداد، وماتش مباراة العودة هنا كان مباراة المباراة الأولى على ما أعتقد أيضا كانت كأس السوبر أيضا. إذن كانت اللحظات المفتاحية بالنسبة لي أن تفوز وتأثيرها على المشجعين، أعتقد أنها كانت مباراة الزمالك والوداد وأول سوبر نفوز به في وجودي. أعتقد هذه اللحظات رائعة. أقول لكم أن مباراة النصف النهائي كانت أصعب، أقول لكم بكل وضوح كل الفرق تتمنى الفوز على الأهلي، إذن الجميع يتمنى الفوز علينا وهذا يصعب الأمور. إذن نحن في قمة السعادة بكل فوز نحققه وليس البطولات فقط. إذن في جميع هذه اللحظات تكون محفورة في الذاكرة، إذن من الصعب أن ننساها، وجميع اللحظات رائعة. لازم أسألك سؤال طالما جبت سيرة الوداد، لأنه ده فاينل لا ينسى. يعني حصل إصابة خفيفة للشناوي، إصابة خفيفة لعلي لطفي، مصطفى شوبير حارس صاعد الكل بيتنبأ له بمستقبل جيد و لكنه كل من في مصر فوجئ بانه مصطفى شوبير كان اساسي مباراه ملعب مليان على اخره، اول مباراه افريقيه للاعب، والشناوي طلب انه يضحي وانه يلعب المباراه رغم انه كان عنده بعض الشعور ببعض الالام. علي لطفي قال لكم انا ممكن العب المباراه. ازاي اتخذتوا قرار لعب مصطفى شوبير في هذا اللقاء ثم بعد ادائه الجيد هناك في المغرب الكل فوجئ انه خارج القائمه تماما؟ ده قرار اعتقد من اصعب القرارات. يعني بالفعل كان قرار صعب، لان الحارس الاول مصاب والثاني مصاب، لكن ما كانوا لم يكونوا جاهزين بنسبه 100%. هنا يجب ان نضع الحارس الثالث ونضع له الثقه ونعطيه الثقه. إذن وكل هنا اقول لكم ان نضعه لانه يظهر الكثير خلال التدريبات، وانه لم ياتي ما بين يوم وليلته، إذن فهو يؤدي ايضا وهو له تاريخ معنا في التدريبات وله خلفية رائعة ويؤدي بشكل رائع. إذن كيف نضحي بحارس مصاب لأنه يريد أن يلعب من أجل الفريق، فهذا يضعه في خطورة أكثر. إذن أقول لكم أنني أعتقد أنه إذا ما أتذكر أنه بدأ في 2020 على ما أعتقد في شهر أكتوبر، على ما أعتقد لعب في 30 أكتوبر 30 أم 3 سبتمبر أو أكتوبر، نعم 3 سبتمبر كأس مصر، نعم
كأس مصر في 3 سبتمبر كانت مباراة صعبة. الأول ترسانة وبعد كده لعب أسوان. نعم أول مباراة دي كانت ترسانة ثم أسوان. نعم نعم وفزنا وهو أدى بشكل رائع. إذا رأينا أنه كان لديه أنه لديه موهبة أيضا. ومن الصعب أوفى مصطفى شوبير يجب أن هل من الصعب أن نقوم بإحضاره ونقول تفضلوا هذا هو اللاعب الذي سوف يحل؟ لا، إنه لاعب جيد، إنه مخلص. يجب أن تكون صادق مع نفسك، يجب أن لا نهمل لاعب موهوب لأنه يحمل اسم شوبير. وأقول الحقيقة، إذن هو موهوب. إذن بالنسبة له كان لديه الكثير من الصعوبات أكثر من الحراس الآخرين، لأنه عليه الكثير من الضغوط، وسوف نحكم عليه. إن قام بفعل أحد الأخطاء العادية سوف يكون الحكم عليه قاسي. إذن هو شاب وأتى إلينا، أنا رأيت عقليته وتحدثت معه الكثير هنا وفي هنا. أقول لكم هنا وفي أوروبا في كل مكان الجميع يتحدث ولا يملكون غير الكلام، لكن هنا العمل، هنا دور العمل. إذن وهنا أتت اللحظة، مارسيل كولر كان عليه أن يأخذ القرار، وكان صعب أن يأخذ القرار. شناوي حارس أفريقيا الأول، علي لطفي إذن هو البديل له. الاثنان في إصابة وخطر ووضع أوفا، وبالفعل وضعنا فيه كل ثقتنا، لأنها أقول لكم أن دائما ما تكون الأمور صعبة في التدريبات وليس مرح. إذن وهناك الكثير من الأشياء يتعلموها، لكن خبرة المباراة هي كانت من الصعب التي نتحدث عنها. أقول لكم لماذا لعب النهائي شناوي؟ أقول لكم صعب، مباراة النهائي صعب بعيدا عن كرة القدم، هناك ظروف أخرى نخشى على عليه منها. إذن كان جاهز، لكن أقول لكم أنه أيضا في مباراة هنا في مصر كان جاهز بنسبة 100%. وخطرة ومارسيل كولر أخذ المخاطرة وخطرة مخاطرة كبيرة، لكن لم يكن لدينا خيار آخر. القرار في النهاية كان قرار مارسيل كولر. تأكيد، بالتأكيد. لما تسألك عن الفرقة حاليا، لأنه تعرف تعادل الأهلي مباراة أنا شرحت كويس قوي في بداية الحلقة ما حدث في مباراة الاتحاد، لكن في النهاية ضاعت نقطتين من النادي الأهلي. فناس يقول لك الاهلي اللي تالق بشكل غير عادي امام العين الاماراتي وعمل المباراه العالميه دي، الشوط الرائع امام سيراميكا والفوز بخماسيه وحاله جيده، وحتى مباراه زد رغم ان الفوز كان 1-0 فقط لا غير، لكن الجماهير كانت راضيه. احيانا بتبقى غير راضيه على الفريق، احيانا بتبقى عايزه تطمن على اللعيبه، يطمنوا على وسام، يطمنوا على حاله كهربا، يطمنوا على هل اللعيبه اللي قاعده ممكن يبقى لهم دور اساسي. نقاط مهمه جدا بتدور او اسئله كثيره جدا بتدور في اذهان جماهير النادي الاهلي، وده حقهم طبعا. جمهور النادي الاهلي دايما عاوز يكسب، عاوز اداء بشكل كويس، لكن طبعا في ظروف احنا بنعيشها واللعيبه بتعيشها، ضغوطات كثيره، ماتشات بشكل كبير ما بتلحقش اللي انت تعمل، حتى استشفى يعني كل 3 ايام مباراه مختلفة بقى متباينة، يعني سواء انت بقى بتلعب مستوى عالي قوي ماتش العين وماتش مصيري وبطولة، فبتبقى توصل لأقصى. أكثر الماتشات اللي انتوا استعدتوا له ذهنيا وبدنيا، ما طبعا ده كل حاجة. وفي نقطة مهمة برضه يا كابتن شوبير، دايما يعني لاحظ ان كل المباريات اللي بيبقى فيها جمهور النادي الاهلي موجود معانا بتدينا قوة كبيرة جدا، يعني بتدي اللعيبة مسؤولية كبيرة جدا. يعني اتمنى طبعا من خلالك طبعا ان احنا نرجع تاني، الجمهور يرجع تاني. والله الحقيقه مجلس الاداره عامل مجهودات غير عاديه، يعني اتمنى نعم. طبعا لان نقطه مهمه جدا، حتى لو اللعيب مش في قمه تركيزه، الجمهور هو اللي بيزق، هو اللي بيديله الدفعه، هو اللي بيخليه يبقى عنده حافز دايما اللي هو يلعب ويكسب ويعمل اداء كويس. يعني انا ما بقولش مبرر، لكن انا عاوز اوصل للناس ان اوقات كتيره جدا يعني يبقى في جهد بدني، جهد ذهني، في سوء توفيق او قله توفيق. يمكن النهارده يمكن الناس برده ما بتاخدش بالها، يمكن ماتش الاتحاد حضرتك قلت ممكن لو الناس رجعت للماتش كويس فنيا هتلاقي كميه فرص غير طبيعيه طبعا، وممكن كان في ضربتين جزاء برده لو كان في برده يعني الفار كان دخل في توقيت مناسب، اعتقد كانت هتبقى برده تفرق معانا يعني. لكن برده اللي انا عاوز اقوله ان في اوقات كتيره ممكن يكون ما عندكش توفيق، ممكن يكون برضه بدلك، ممكن يكون احنا برضه اللعيبه عندها جهد بدني شويه،
فعهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي اللي هو دايما بيزق الفرقه، اللي هو دايما ورانا، اللي هو دايما ورا اللعيبه دي. وهي فرصه انا وانت نتوجه بنداء لجمهور النادي الاهلي، محتاجينكم مش الماتش الجاي بس، احنا محتاجينكم على طول، احنا محتاجين تفرقوا جدا احنا يعني. انا قلت لحضرتك جمله مهمه جدا، ان جمهور النادي الاهلي ده هو كلمه السر في وجود النادي صحيح. الاهلي ده، فهو دايما اللي بيحرك الناس ديت يعني. اوقات كتيره جدا بيخش ناس عشان يهدوا استقرار الفرقه دي، بغض النظر عن انتماءاتهم يعني، لكن لكن دايما يعني الانسان الناجح او الكيان الناجح اكيد بتلاقي ناس كتيره طبعا متربصين ليهم يعني. لكن عهدنا وزي ما حضرتك قلت ان احنا بنناشئ النادي الاهلي، ان انتوا دايما تبقوا معانا في ظهرنا، مش بعد، لا ده قبل، قبل كمان يعني. واحنا طبعا بنوعدكم ان احنا دايما هنعمل اقصى حاجه، واللعيبه بتعمل اقصى حاجه، لان في الاخر اللعيبه دول بشر يعني. يعني كميه ضغوط غير طبيعيه، غير طبيعيه بيتعرض لها يعني، أكيد سواء أكيد. على المستوى بقى الفني، سواء على المستوى الذهني، سواء على حتى يعني لما يعني في لعيبه جدا جدا بتتاثر بالكلام مش اللي عايز بيحصل في أكلم. السوشيال ميديا، يمكن وبعد كده الاراء بتتغير في شكل بشكل كبير جدا ما يعني. بين شوط والتاني، مش ما وبين بين ماتش والتاني، طبعا بين شوط والتاني طبعا يعني، ففي يعني. شوف لعيبه طاهر دلوقتي بسم الله ما شاء ما الله. شاء الله يعني. ودي برضو بتدل ان شخصيه ان لعيبه النادي الاهلي شخصيه قويه جدا. طبعا النهارده في لعيبه كانت بتتعرض لضغط رهيب رهيب، النهارده ما شاء الله جمهور النادي الاهلي بيدعمها، فما بالك بقى لو دعمها في الاوقات اللي هو بيبقى ضعيف فيها، صح. هيوصل لمرحله وهم تانيه السبب كبيره جدا لوصولنا يعني. لكده قدام العين طبعا بصراحه. طبعا انا يعني دايما بقول مباراه طبعا العين يعني. دي نقطه فارقه في التشجيع يعني، لا 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 يعني دايما يتقال ما قبل العين وما بعد هو العين. يمكن الراجل لو نعم. اتكلم في النقطه دي وانبهاره بالجمهور في ماتش العين دوت، هو مش مصدق يعني، لا مش طبعا. مصدق ان في جمهور كده يعني. لا هو ويقول لو هو جمهور شاف عاشق فعلا. طبعا يعني، يعني مش ناس بتشجع لمجرد التشجيع، لا ده واحد يعني تحس ان هو بيشجع من قلبه، او بيشجع اكن مثلا لا ده حتى ابنه، منه فعلا. اكن حتى منه يعني. فطبعا اتمنى ان شاء الله اللي دايما يكونوا في ظهرنا، واحنا الناس ان شاء عايزه الله تطمن على الاصابات يعني، طمنا شويه يعني. الناس عايزه تطمن على وسام، على اشرف داري، على كريم فؤاد، على محمد هاني. وسام طبعا عنده كان يعني عنده شرخ اجهادي بسيط يعني في صباع رجله يعني. الحمد لله يعني ان شاء الله من خلال اسبوع ان شاء الله يبقى معانا يعني، حلو. ان اسبوع شاء الله ان شاء الله اسبوع 10 تمام. ايام يعني. نعم كويس. في اشرف داري برضو ان شاء الله يرجع برضو خلال برضو اسبوع او 10 ايام برضو ان شاء الله يكون موجود معانا بشكل كويس يعني. حلو. هم دول يعني. طبعا علي معلول ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو يكون قرب. اقرب هو بيشتغل بشكل كويس وعلي صراحه دايما يعني. انا بقول انه مقدر من الاهلي، جهاز انا فني ولاعيبه واداره وجمهور جمهور النادي وكل الاهلي الناس. عمره ما بينسى حد نعم. يشتغل واخلص وودى بكل طاقته يعني. فهو عنده علاقه كويسه جدا بجمهور النادي الاهلي يعني، على قد ما هو ادى على قد ما الجمهور دايما في ظهره، وهو يستحق الصراحه يعني. طبعا. على فكره يا كابتن، ان الجيل الموجود دوت يعني، يعني مش عايز اقول لك كل الناس الموجوده يعني مش شخصيات كويسه جدا، سواء على المستوى الفني، سواء على المستوى الانساني، سواء على المستوى الشخصيه. جيل اعتقد اللي هم عملوا وكملوا مسيره اجيال قبل نعم. كده كانت في تاريخ النادي الاهلي. شايف التقدير ده من الجمهور بشكل كبير جدا يعني، بيدعموهم في كل الاوقات. حتى هتحضروا لعلي ماتشات ودية؟ طبعا لو متاحه بالنسبه لنا طبعا يعني. نعم لكن انت حضرتك عارف دلوقتي احنا بنلعب كل 3 ايام، نعم. فانت ما بتلحقش. اتمنى ان شاء الله يكون في فتره توقف ان شاء الله نقدر. امتى علي ينزل الملعب من وجهة نظرك تقريبا؟ ما هي برضو يا كابتن نعم انت عارف يعني الاصابه برضو مش سهله، طبعا. اصابه كبيره. بس انا شفت استعداداته ما شاء الله هو يعني، بيشتغل، هو بيشتغل يعني حسب الكلام اللي مرتين قالوا لي على يعني على اول ديسمبر او الاسبوع الاول من ديسمبر. يعني. هو المتوقع ان شاء الله نعم. يعني اخر يعني نص 12 ان شاء الله نص يكون 12. ان شاء الله يعني. وبيشتغل بشكل كبير جدا مع كابتن نعم. نجار برضو، مع الناس اللي موجوده في العلاج الطبيعي والتاهيل. الناس برضو الصراحه بيشتغلوا معاه بشكل كبير جدا يعني، بيشتغل معاهم حب كمان يعني، حابين ان هو طبعا. يرجع. فعلي من اللعيبه طبعا يعني لا غنى عنها يعني، وان شاء الله ان شاء الله يرجع اقوى من الاول باذن الله. وانا عايز اقول للناس على فكره انه عقد علي مستمر مع النادي الاهلي، والقسط الاخير بالنسبه له نزل له تمام التمام في القبض، لانه النادي الاهلي دائما وابدا بيفي بكامل التزاماته مع كامل اللاعبين. فما بالك بعلي معلول والكلام اللي قاله الكابتن سامي امصان. وكويس انه طمنا على اسامه ابو علي، بس عشان ايه قصه شرخ اجهادي ما تعملش، هو جازع شديد اللي هو بيسموه يعني ايه، لانه في صباع الرجل، فبتبقى قصه بسيطه مش يعني ممكن يتلعب عليه.
مش عند حضرتك تبقى عارفين، بس لمزيد من الامان والاطمئنان، صح كده ولا انا بتكلم غلط؟ يعني ممكن بتتربط بشكل كويس، عامل بشكل كويس، لكنه انت عايز تضمنه اكتر مثلا. ممكن يكون جاهز معاك على ايرلاند بيراتس مثلا ان شاء الله، بدون مقاطعه. لو عندك فرصه، انا هسالك السؤال ده بطريقتين، فلو جبتني في الاولانيه طبيعي اوكي، ما كده هرجع لك بشكل تاني. وعندك فرصه تضم حارس من خارج الاهلي، تضم مين؟ حارس جديد صعب، سؤال صعب. في هناك الكثير من الحراس الجيدين. طب اسالك تيبو كورتوا. مش مسموح في مصر. وقال لك تيبو كورتوا. انت بتثق في حراسك؟ بلجيكي من عنده. بلجيكي من عنده. بلجيكي طبعا. انت عندك ثقه في حراسك لهذه الدرجه؟ نعم نعم، انا ليس في حاجه الى البحث، انا عندي كامل الثقه في حراسي، في موهبتهم. نحن لدينا اربع حراس موهوبين. انا لا ارى لماذا يجب علي ان اذهب للبحث عن حارس مرمى جديد. حراس، اقول لكم ان الاهلي لدينا سنوات طويله نستطيع ان نعتمد عليهم وعلى الاجيال القديمه. نحن لدينا اذا الشناوي الخبره زائد ثلاثه شباب، وهذا هو النموذج الافضل. نعم، اقول لكم لدينا 10 15 عام امان في حراسه المرمى في الاهلي ان شاء الله. لو قال لك انا خلاص، قال لك انا مش ههزم عقائبي وانا قاعد في مصر، خلاص ارتبطوا. اليسا كمان عامله شغل. طب ليه صممت على ضم ابو جبل في وقت من الاوقات؟ او حتى لو ما كانش ابو جبل يجي غيره بسام، وبعدين في الاخر الزنفيلي، وليه ما لعبش الزنفيلي ولا مباراه؟ انا قلت انا قلت من قبل ان نحن لدينا حارس خبره ومصاب، وكل ما كنت ارغب فيه هو حارس خبره ايضا، وليس حارس جديد او حارس شاب. اذا لانني لدي لاعبين شباب، وكل ما كنت ابحث عنه لاعب كبير في السن، عندما يحدث اي شيء هناك الخبره التي تلعب. يعني انت لو جبت ابو جبل او غيره كنت ممكن، وكان جاي حارس مرمى منتخب مصر، كنت ممكن تقعده احتياطي في البطوله الافريقيه؟ اعتقد كان هيبقى صعب شويه. هذا اختيار المدرب وليس ليس الحارس المرمى الذي يقرر، انه المدرب هو الذي يقرر. اذا هذا عملنا نحن، من يقيم من يقرر. اذا هناك الكثير من اللاعبين الدوليين الاساسيين ويكونوا في الاحتياطي، ما المشكله؟ انا لعبت كثيرا كحارس مرمى، واعشق ان يكون هناك منافسه، وانا احب المنافسه. لكن يجب ان تكون عادل، والافضل يلعب الافضل في التمرينات ومن يؤدي ما عليه. اذا هي تدار كذلك. انا لا ارى ان يقوم مدرب لا يوجد حجه له لكي لا يضع افضل لاعب في التمرينات. لماذا؟ اذا لا نستطيع ان نقول احنا لدي ثلاثة او اربعة لا حراس مرمى جيدين جدا. اذا لا اجد مبرر، لا اجد. اذا لانه الحارس المرمى لديه 30 او 35 سنة، نضعه دائما لانه الاكبر سنا، لما لا نضع شيء؟ مشاعرك ايه وانت في عهدك، في عهد تدريبك حراس المرمى الشناوي بياخد افضل لاعب في القارة، والنهارده مصطفى شوبير بيرشح للقب افضل لاعب في القاره وافضل حارس في القاره، وحمزه في البطوله الاولمبيه بياخد افضل حارس في المنتخب الاولمبي. حاجه جميله يعني، في التشكيله المثاليه يعني.
ما احس اشعر به انه فخر كبير جدا. انا فخور بالعمل مع ما الذي اقوم به كل يوم معهم والذي يقومون به كل يوم، لن استطيع اقول ان اكثر من ذلك. اذا لو رايتم في مباراه المنتخب الثلاثه لاعبين حراس المرمى الاساسيين من الاهلي، اذا هذا شيء رائع، هذا خرافي. نحن لدينا لاعبين موهوبين دؤوبين في العمل، لذلك انا اقول ان انا احب العمل. انا لدي موهوبين وهذا يحفزني ويحفز الجميع، والتدريبات التي يقوم بها وتكون مختلفه عن امس. نحن لدينا خطط للتطوير والكثير من العمل، ولدينا الكثير من الاهداف، ولدينا الكثير لنفوز به ايضا. إذن يجب أن يكون جميع الحراس جاهزين بنسبة 100%. مين من الحراس بيعجبك في مصر؟ من أحب في مصر؟ أنا أحب كل أنا بحب حراس المرمى. دول الحراس بتوعك من خارج الأهلي؟ أنا حاليا على أرض كثير من بداية الموسم. جاد ولعب حارس مرمى المصري الذي يؤدي بشكل رائع من بداية، وأعتقد أنه فعل مباريات أدى مباريات رائعة من بداية الموسم. أنا سعيد لذلك لأنهم عندما يروا الأهلي، إنها المنافسة كما قلت لكم، إنهم يريدون أن يكونوا على نفس المستوى. إذن هذا يسعدني، وهذا ثراء لمصر وللمنتخب الوطني وللأندية وللجميع. هذه فرصة رائعة. لدينا الكثير من الحارسين الحراس الرائعين، وهم نموذج للآخرين. أنا مع المنافسة، أنا لا أحب الغيرة ما من هذا أو ذاك، لكن أحب المنافسة. يجب أن تكون دائما في عقليتك كيف تؤدي بشكل أفضل شكل مرة، هذا شعاري. محمد رمضان وأضافته للنادي الأهلي. كابتن محمد رمضان طبعا الشخصيات الجميله جدا جدا يعني. نعم. وواحد من الناس اللي ليه فضل عليا يعني هو اللي جابني النادي الاهلي يعني. خباك في امبابه. بالظبط يعني عند كابتن سعيد يعني. نعم. فواحد اولا يعني عنده ما شاء الله ما شاء الله يعني عقليه اداريه فذه. ما شاء الله. يعني فذه منظم جدا وعنده قدرات اداريه غير طبيعيه. متزن جدا. يعني بيشتغل بس يعني بيشتغل بحب جدا وباخلاص وبيدي للناس طبعا بيدي للناس يعني مهام كبيره جدا من غير ما عندوش اي مشكله في اي حاجه خالص. الناس كلها تشتغل وتنجح يعني. الحمد لله بدا بدايه مميزه جدا يعني. اتمنى ان شاء الله يكمل اكتر واكتر ويفيد النادي اكتر واكتر ويعمل حاجه كبيره جدا للنادي يعني بفكره دوت يعني، لان عنده افكار كبيره جدا يعني. لو صحيح. ان شاء الله اتنفذت يعني هتتنفذ ان شاء الله يعني بالتنسيق طبعا مع الكابتن. ان شاء الله النادي لحته ثانيه ان شاء الله. فتره يعني توليك مهام القائم باعمال مدير الكوره كانت حمل عليك شويه؟ جدا يعني. نعم. بس في الاول والاخر انا ما اقدرش اقول لا يعني. صح. اولا مش حتتي يعني، لكن انا كنت جاي بمرحله معينه يعني. حاولت على قد ما اقدر فيها يعني. كان فيها شغلتك شويه؟ شغلتني جدا يعني، لانها كانت فيها او فيها تفاصيل كتيره جدا يعني. قوائم بقى ولعيبه، واللي عايز يجدد واللي عايز يمدد واللي عايز زياده، وكان موضوع اللبس وموضوع فتره الاعداد وموضوع لا كانت يعني شغلانه مرهقه ذهنيا جدا. انت بتحب الملعب؟ لا وانا بحب الملعب طبعا يعني. فحاولت على قد ما اقدر الصراحه يعني، على قد ما اقدر. فرحت لما قالوا لك محمد رمضان؟ قوي 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 والله. صدقت يا عيني. قوي يعني. واشفقت طبعا بقى من اللي سيد طبعا، والسيد اللي كان خالد بيبو. وخالد بيبو طبعا واحد برضو من الناس اللي اجتهدت في الفتره اللي هو اشتغل فيها وحقق نجاحات كبيره جدا يعني. وبعد كده بقى جه كابتن رمضان كمل يعني. وانت عارف احنا طبعا الحمد لله في النادي الاهلي تربينا على كده، ان الناس دايما بتسلم بعض يعني. ما عندناش اي حاجه لاي حد يشتغل مكاننا. يمكن انا في الفتره اللي انا كنت فيها يعني انا شفت دعم من ناس يعني فعلا يعني بشكرها جدا يعني. كل الناس ومن كل الاجيال يعني. كابتن مثلا ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد عبد الباقي، كابتن محمد عامر، كابتن عادل طعيمه كلموك
كل طبعا يكلموك ويدعموك طبعا. النجوم بقى النجوم الثاني كابتن ياسر ريان، كابتن مشير حنفيه، الحديدي، كابتن احمد نخله، كل الناس اللي على الاجيال بقى دي كلها يعني. كابتن ايه انت عشان محبوب؟ لا يا كابتن بتحبك. عشان هو ده النادي. لا هو والله ده بس انت كمان محبوب. الحمد لله الحمد لله. بس يعني بس هي دي هو ده هو ده عظمه النادي. هو عظمه النادي الاهلي طبعا بجد يعني. فاتمنى ان شاء الله اللي احنا الواحد يدي اقصى ما عنده للنادي، ويجي الناس تكمل بعدين ان شاء الله ببطولات اكتر. هتبقى مدير فني النادي الاهلي امتى يا كابتن؟ اتمنى طبعا اي حد شرف ليه اللي هو انت توليت المسؤوليه في وقت صعب، وعملت منهم ماتش الزمالك وقدرت الحمد لله. الزمالك قريب جدا من الفوز وبيراميدز وبيراميدز الحمد لله برضو في الكاس الحمد لله خرجتهم يعني. مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره جدا، وطموح طبعا الواحد يتمناه. لكن في الاخر دايما الواحد بيقول يعني ان النادي الاهلي يعني حاجه كبيره جدا طبعا، ومحتاج لحد كبير جدا كمان اكتر يعني اللي هو يفيد النادي الاهلي بشكل كبير ان شاء الله. وانت لو النادي الاهلي في يوم من الايام قال لك شكرا ذاتس اناف جود ميرسي بوكو، هل من الممكن ان احنا نلاقيك في بتدرب نادي ثاني في مصر؟ انا سابقى في مصر وهذا مؤكد. أنا في قمة العرفان بالجميل للأهلي، وأعتقد أننا سوف أنهي مسيرتي في كرة القدم مع الأهلي، لكن سأبقى في مصر. الفترة اللي اشتغلت فيها في الناشئين مع النادي الأهلي، فكرت ولا اللحظة أنك تمشي تسيب النادي الأهلي وتمشي، ولا حسيت أنك هتعود من جديد للفريق الأول أنك تبقى مدرب النادي الأهلي وحراس الأهلي و و و بعدين ترجع للناشئين؟ أعتقد ده أمر مش من السهل على أي حد إنه يتقبله يعني. بكل الصدق وبكل صريح لم أتحدث دائما عن الرحيل مرة واحدة، ولم أتحدث ولا مرة واحدة. أنا كان لدي الكثير من في الأوقات الفرصة للرحيل، والكثير نصحني أن أبقى، وأنا بالفعل قدرت السيد الرئيس الذي قال لي ميشيل أنا في احتياج لك، أنت يجب أن تكون هنا لكي يستفيد منك المدربين الشباب أيضا وليس اللاعبين فقط. أعتقد أن يطلب مني الرئيس طلب هذا لن أستطيع أن أرفض مثل هذا الطلب. أنا أعمل للنادي نعم، لكن كيف أرفض لشخص مثل هذا الطلب؟ أنا النادي أعطاني الكثير أيضا. نعم المدير الرئيس حدثني، لكن النادي أعطاني الكثير، وأقول لكم أن الستاف كان كامل، وأنا دائما أعترف بالجميل وأقول لكم أنا أعرف الكثير من الناس الجيدين فعلا وشخصيات رائعة. وكما ترون السيد في عودة مارسيل كولر عندما عاد كمدرب وحدثني، وكان سهل أن أعود بكل سهولة، لأنني أقول لكم أنا أعرف كل الناس وأعرف جميع حراس المرمى، وبالنسبة لي السهل التواصل مع الجميع كان اختيار رائع، وأنني فكرت جيدا حتى لو كانت لدي الفرص للرحيل ولم أفعلها فهذا اختيار جيد. وأقول لكم بالفعل أنا لدي هذا العرفان بالجميل والتقدير لهذا النادي والمدربين وكل البيئة الموجودة المحيطة بالنادي الذين دعموني والإدارة، الجميع دعمني إذن، وأنا أعرف الجميع وأستمع إلى الجميع وأقر أنني اتخذت القرار الصائب. كيف تسير العلاقة بينك وبين الكابتن أحمد ناجي؟ ناجي بيقوم بدور كبير دلوقتي في أجيال جديدة للنادي الأهلي في تدريب الحراس، في الإشراف على تدريب الحراس. العلاقة ماشية إزاي بينك وبين الكابتن أحمد ناجي، خاصة مدرب له تاريخ، درب فريق الأول، درب المنتخب، والآن بيقوم بمهمة هامة جدا مع النادي الأهلي؟
نحن لدينا علاقات جيدة جدا، نحن دائما اليد في اليد ونتعاون جميعا من أجل هذا النادي. وعندما تعاقد النادي مع ناجي كنت دائما بجانبه وكان بجانبي، لأنني بأحتاج دائما إلى لاعبين شباب من وحراس مرمى شباب، وكان دائما ما يرشح لي وكان وهو دائما أمين جدا معه، ونتواصل تليفونيا بشكل دوري. إذن نتحدث كثيرا في ما رأيته في التدريبات وما رأاه في التدريبات. أقول لكم نحن نعمل اليد باليد، نحن نعمل سويا، لأن هذا مهم جدا. لا يوجد غيرة، أو نحن الاثنان لدينا الكثير من الخبرة والاحترام، نحن لسنا أعداء، بالعكس نحن نعمل من أجل الأهلي.